آية من آيات الله عز وجل، لمن أراد أن يعتبر ومن أراد أن يعظم الله عز وجل فليأتي إلى هنا يرى هذه الجبال الشاهقة في الأمام، هناك البوصلة أعلى قمة في الخليج العربي. سبحان الخالق العظيم، سبحان المدبر، سبحان الله الواحد الأحد. هناك طريق للمشي أخرى الذين يأتون من القرى أو من تلك الأماكن ويريدون أيضا الاستمتاع بالمشي في الوادي، تلك هي الطريق. هذا المكان الشلالات العالية التي دائما شلالات المياه اثنان المياه، هذا هو المكان. سبحان الخالق العظيم، سبحان المدبر.